يعني الناس بقى اللي فاكره ان احنا بنيجي بس عشان نحضر حفله ويشوفونا لابسين وعلى الريد كاربت وبتاع. عايزه افهمهم ان المهرجان مش كده بس، بس الفعاليات الاخرى دي ما بتتصورش. يعني احنا بنتصور حتى واحنا داخلين الفيلم، بنتصور بره على الريد كاربت. لما بندخل السينما نتفرج على الفيلم او نناقشه في ندوه خاصه بالفيلم، الحاجات دي ما بتتصورش. صح. لما بنروح سينمات بره عشان الافلام القصيره ونشوف الشباب الجديد بيقدم ايه، برضو الحاجات دي ما بتتصورش. الورش السينمائيه والمعارض اللي بتتعمل، احنا كل الحاجات دي بنحضرها. انا ما باجي مهرجان ببقى نشطه جدا. دورة، وانت بتحضري مهرجانات كتيره برضو زي الهام، عشان الناس عماله تقول ايه ده الفنانين بيجوا عشان يستعرضوا ازياء، الفنانين بيجوا عشان يتصوروا، انا دايما بقول انه جزء الريد كاربت ده في كل المهرجانات هو جزء مهم في الاوسكارز في الاميز. هقولوا ما بيشوفوش ده في الاوسكار مثلا، مثلا ان استعراض الازياء بيقعدوا يتكلموا عن الازياء وعن الجولر والتسريحه وفاشن بوليس وكل الكلام ده. دورة يعني كلمينا على المهرجانات اللي بره، وكلمينا على، وانا عارفه ان انت بشوفك على الانستجرام بتحضري حاجات كتير. بحضر حاجات وبحب، شوفي انا بحب السينما وبحب طول عمرها السينما في جلامر موجود يعني في كل المهرجانات العالميه، وفي الريد كاربت والنجمات، وبيبقى حلو قوي يعني ان النجمه احنا بنشوفها في الفيلم هي بتلعب شخصيه وبتبقى يعني ممكن تبقى متبهدله، ممكن تبقى هي بتبقى الشخصيه، لكن على الريد كاربت بتبقى في كامل اناقتها وجمالها، وفي بريق خاص لازم الفنانين والنجوم. لما حد يقول هو انتوا جايين بس عشان تلبسوا، لا او لا هو انتوا يا دره مش معقوله كل شويه على الانستجرام، يعني ما بتتضايقيش من الكلام ده؟ لا هو انا مش بيقولوا لي كده قوي يعني بالعكس، هما المشكله وبيشوفوا ده بس حتى بشكل سواء ايجابي او سلبي، لكن هو ده دي نظره سطحيه يعني. عامه هو الحضور بالعكس، هو موضوع ان احنا نلبس ونعمل ده مجهود يعني، وده مش حاجه احنا حابينها لمجرد ان نعمل ده. ما هو ممكن تلبسي في اي حته وتتصوري وخلاص، انت بتيجي عشان تحضري افلام زي ما قالت الهام، عشان تشوفي زمايلك اللي ما بتشوفيهمش طول الوقت، عشان يعني احنا بنجتمع على حب السينما اللي هي المهنه بتاعتنا والباشن والحاجه اللي احنا بنحبها. فزي ما انا في ايام ما حدش بيشوفني بدخل السينما بتفرج على افلام عادي وانا بالجينز وكده وحتى الكمامه وبدخل وبجيب فشار بقعد اتفرج في السينما، دي حاجات هما ما بيشوفوهاش، بس ما يعرفوش ان انا بحب السينما، ما يعرفوش ان انا ممكن كل يوم في افلام قديمه جدا اقعد في البيت على الكنبه عادي واقعد اتفرج عليها عشان بحبها. هما يشوفوا بس الجانب اللي هو المهرجان والفساتين، دي حاجه حلوه. انا بشوف ان ده جزء من جلامر مهم طبعاً موجود في العالم كله، والفنانين كل نجمات العالم دافع عنه، نجمات يعني العالم هو ده شيء غلط بنعمله فمحتاجين ندافع عنه. لا